السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ مصطفى، أنت يا أخ عزت بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت صوت الشيخ، سؤال على السريع بس. تفضل. دلوقتي في مسجد فيه ضريح أو مقام. أيوة. لكن الضريح على جانب المسجد، وفي عازل بينه وبين المسجد وهو ليس في اتجاه القبلة. الصلاة جائزة مع الكراهة. نعم. الصلاة جائزة مع الكراهة. طيب شكرا. الله يكرمك. حكم شراء شيء بعد طواف الوداع: الشيء الخفيف يا عمرو بن بلال لا بأس به، تشتري شيئا خفيفا عقيب طواف الوداع لا بأس بذلك، الأشياء الخفيفة. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا مصطفى بن عبد الهادي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين بعد إذنك. اتفضلي يا أختي. السؤال الأول: أنا لو صمت عاشوراء يوم الجمعة فقط، أصوم معه الفطر ولا عادي؟ لا لا يلزم، لا يلزم، هذا نص خاص. لا يلزم، لا يلزم أن تصومي السبت مع عاشوراء. تمام ماشي يا شيخ. أما السؤال الثاني يا شيخ، معلش، أنا كانت معايا واحدة زميلة لي في الجامعة، فصديقتي دي كانت يعني بتكلم شاب وهكذا يعني، تمام، فأنا يعني سمعتها دون قصد يعني، ففي الآخر أنا دعوتها يعني لطاعة الله عز وجل والحمد لله استجابت يعني. فالطرف الاخر الشاب ده فضل طبعا يقول لها حسبي الله فيكي ومش مسامحك والكلام ده كله، ان هم كلهم لا تلتفت اليه، لا تلتفت اليه، لا تلتفت، شخص فاسق. بس يعني يا شيخ هي دايما حاسه بالذنب ان هو دايما يدعي عليه. لا لا، ما يدعو، ده رجل فاسد، هذا رجل فاسد. تمام يا شيخ، جزاكم الله خير. ولك بمثل يا فتح ابن عثمان، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا وسهلا بك يا شيخ. نعم. بالنسبة دلوقتي أنا بروح الجيم وكده، فيعني المحتويات اللي هي الأكل والحياة المفروض اللي أنا أكلها، يعني مثلا تخش لها في سكة 5000 جنيه في الشهر أو كده، فهل ده كده صرف الأكل؟ والله إذا كان دخلك 100,000 جنيه ما فيش مشكلة في الخمسة، لكن لو دخلك 2000 جنيه يبقى أنت رجل مبذر وسفيه. لا يعني أنا الحمد لله مقتدر اللي أنا أعمل ده. خلاص مقتدر لا بأس، بس ما تضيعش حقوق آخرين. صرف يعني ولا على إثم؟ لا ما فيش إثم ولا حاجة ما دام دخلك كبير، المسألة نسبية. نعم نعم. الله يكرمك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ تفضل. حكم تارك الصلاة الشيخ مصطفى. تارك الصلاة جاحدا منكرا لها كافر، أما تاركها تكاسلا فاسق مرتكب لكبيرة. شكرا. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد السيد، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ مصطفى. وحياك، تفضل. كنت عايز أسألك سؤال بالنسبة للكاش، في حد بيكلمني أبعث له 100,000 جنيه من غير ما أستلمهم، وبعد يومين أو ثلاثة يجي يديني 100,000 ويديني عمولة 100,000 دي. لا عفوا، هي قرض ولا ايه بالضبط؟ ايه نوع المعاملة؟ يعني زي قرض، اقرض المبلغ ده على بما هو يجي يديني بعد يومين او ثلاثة. لا، اذا كان قرض يعطيك المال الذي اعطيته اياه. نعم، يعطيني المال، بس هو انا بحوله لناس ثانية يعني من غير ما استلمه، بعد ثلاثة ايام يديني المبلغ كل مرة كده. يا اخي الكريم فهمني، انا طلبت منك الان 1,000 جنيه. نعم. أعطيتها لك قرض أو أعطيتها لي على أي سبيل؟ أنا أعطيتها لناس تانية هم محتاجين من الفلوس، أمشي لك أمورك. يعني قلت لك يا اسمك زيد مثلا، يا زيد أعطي عمرا 1,000 جنيه نيابة عني، وأنا سأسلمك 1,000 بعد يومين، كده؟ أيوة كده. طيب إيه مشكلة؟ ما فيها مشكلة الآن. ما فيها مشكلة. أيوة. بس بالضبط 1,000 1,000. 1,000، بس احنا ناخذ عمولة على كل 1,015 جنيه. لا، عمولة الارسال، عمولة التحويل. طيب عمولة التحويل هذه مع كل الناس 15 جنيه ولا مع القرض هذا فقط؟ لا مع كل الناس. مع كل الناس سواء نقدا او غير نقدي، فتفريش. أيوة. قربة، هي لا تعد قرضا لانها تفريش قربة الان. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أنا كنت قلت من فترة إن أنا إن شاء الله لما أوصل سن 40 هذبح زي ذبيحة يعني لله. فأنا مش فاكر أنا قلت إن هي تبقى نذر ولا لأ، بس هي كان الغرض إن هي تبقى عقيقة عن نفسي. عقيقة؟ آه. طيب إيه المشكلة؟ تم تذبح العقيقة، إيه المشكلة؟ معاك فلوس؟ ما انا تلبس عليا الامر وانا مش فاكر اذا كنت قلت. الغالب على ذهنك ايه؟ انها تبقى عقيقه. خلاص عقيقه. واكل منها عادي. العقيقه يؤكل منها طبعا. تمام. وتقبل الله منكم يا يوسف القصاص انه حافظ، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله انا بخير، الحمد لله. عاوز نصيحه منك، احنا بنحفظ قران والحمد لله انا ختمت، بس عاوز ابدا في طلب العلم الشرعي. والشيخ اللي عندنا نصحنا يعني في كتاب منهاج المسلم اللي احنا نبدا به، بس انا عاوز نصيحه منك نبدا منين وازاي؟ نبدا بعد كتاب الله بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد. عندك كتاب رياض الصالحين اقرا فيه. عندك كتاب صحيح البخاري او صحيح مسلم اقرا فيهم. عند كتاب التوحيد اقرأ فيه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظك يا رب. لو تسمح لي حضرتك، بس كان في كلمة في رأي الجمهور بخصوص دار الإفتاء المصرية ورأي الجمهور على موقع شبكة اللالوكة بخصوص زكاة الفطر. هو الحيرة، بس نقطة الحيرة كان في هنا مكتوب رأي الجمهور وهنا مكتوب رأي الجمهور. في الأولى مكتوب ورأي الجمهور أن وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد. أيوه. من قال هذا؟ رأي الجمهور من قال أن وقت الجواز. من قال هذا بس الأول؟ ما الكتاب الذي فيه أن وقت الجواز يمتد إلى غروب شمس يوم العيد؟ كتاب من؟ لا ده مقالتين يا شيخ، هقول لحضرتك المصدر بالظبط. من المقالة الأولى ومن المقالة الثانية؟ المصدر أبعته لحضرتك، أو مثلا للمساعدين مع حضرتك أو للسادة الأفاضل مع حضرتك أبعته لهم برضه للتأكد. بس هقول لحضرتك شفويا لحين أن أبعته لحضرتك. طيب اتفضل، ماذا تريد أن تقول؟
تمام، هقول لحضرتك شوفوا. المصدر الأول جريدة المصري اليوم نقلا عن دار الإفتاء المصرية ورأي الجمهور أن وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد. هذا كلام صحيح. شبكة الألوكة. لا لا استنى استنى بس. اصبر يا أخي اصبر، ما تتكلمش كتير، اصبر واحدة واحدة. رأي الجماهير من العلماء الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن وقت إخراج زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس يوم العيد كما نقلته الجريدة عن الإفتاء المصري. ده رأيهم. في رأي آخر قالوا إلى مغرب يوم العيد. أيوة هو الكلام ده صح، يوم العيد. أيوة يا أخي. تمام. إلى مغرب يوم العيد أو يوم من شوال. تمام. في قول آخر يمكن أنت فهمته غلط. أن وقت الاستحباب عند الجمهور، وقت الاستحباب عند الجمهور ينتهي بصلاة العيد. ففي فرق بين وقت الإجزاء ووقت الاستحباب. فأخشى أنك أنت تكون فهمت خطأ. وأنا أخشى نفس الخشية والله، بس هنا مكتوب وقت الجواز وهنا مكتوب وقت الجواز. لا غلط. يبقى اللي نقل، اللي نقل أنها اللي نقل عن الجمهور أن وقت الجواز ينتهي بصلاة العيد مخطئ. المسألة محررة تحليل واسع، ورأي الأئمة الأربعة على أن وقت الجواز يمتد إلى غروب شمس يوم العيد. أما وقت الاستحباب لا غلط. شبكة الألوكة راجعهم إذا كان كلام ده، قل لهم أنتوا نقلتم عن حابب مثلا أبعته ابعته طيب لعبد الرحمن. ممكن أتواصل معه إزاي أو كده؟ 010-990-57 010-990-57 السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا، عامل ايه؟ الحمد لله طيب. كنت عندي ثلاث استفسارات كده. اتفضل يا حبيبي. بالنسبة للشغل في الفنادق يجوز او لا يجوز؟ هتشتغل ايه في الفنادق؟ بارك الله فيك. النظافة، عامل نظافة للغرف وكده. والله يا أخي وإن كان جائزا لا أستطيع أن أحرمه، لكن غير هذا العمل أفضل، خاصة إذا كان الفندق فيه خمرة. لا الفندق ليس فيه خمرة ولا أي حاجة. خلاص لا بأس. تمام. بالنسبة للاستفسار الثاني، يوم عاشوراء الأفضل أن نصوم يوم قبله ولا يوم بعده؟ هو عاشوراء يصام، بعد كده إن صمت يوما قبل ما في مشكلة، بعده ما في مشكلة، لكن الأخبار الثابتة عن رسول الله أنه صام يوم العاشر. تمام. وهو الذي جاءت فيه الفضيلة. تمام. أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. أما صوم التاسع فالرسول قال لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، ومات ولم يصم التاسع. أما الحادي صوم يوم الحادي عشر فسنده ضعيف. أيوه. مع السلامة. تمام. أفضل استفسار يا مولانا، بالنسبة للصلوات الفائتة، لو واحد كان تارك الصلاة يكسب من النوافل ولا لا يعيد الفوائت؟ على رأي جماهير العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك. كان في عدة أسئلة والله لو تكرمت. السؤال الأول، زوجة تقول إن هي عندها ما شاء الله أربع أولاد والحمل أصبح متعب بالنسبة لها، وزوجها ما بيساعدهاش في أمور البيت وما شابه ذلك، وهي عايز تركب وسيلة لأن الحمل أصبح متعب، فهل لها تخرج من غير ما تقول له؟ إن هو قال لها مش مسامحك لو عملت كده. من حقه أن ينجب، لا لابد أن تخبره. بس هي تعبت من الحمل بتقول. تخبره أيضا، تقول له أنا تعبت وسأفعل، بس مش مشكلة ونشوف هعمل ايه. طيب الآن امرأة تقول لها بنت ملتزمة وسلوكها كويس، تزوجت رجل من أهل الصلاح، لكن أراد الله عز وجل أن هو ينتكس ويرى أن الأشاعرة والصوفية ليسوا بأهل الضلال، والآن البنت أصبح معها بنت صغيرة واقتنعت بكلام جوزها، يعملوا ايه معاهم؟
يطلعوها منه ولا يعملوا ايه؟ مش البنت على ملة زوجها؟ للاسف هي بقت زيه. سيبوهم مع بعض، اشعر مع بعض، يخبطوا في بعض. ماشي. خلاص يا عم سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ما يبارك فيك، والله بسأل حضرتك سؤال بخصوص الملابس اللي بيكون عليها رسومات يعني كرتون أطفال وكده، أنا بصنع ملابس أطفال وبعمل الملابس دي والحقيقة بتتباع كتير يعني، فعايز أعرف حكمها إيه؟ ممكن تحط ورد بدل الصور ذوات الأرواح؟ ممكن تحط وردة. الكرتون الشخصيات المعروفة اللي الأطفال بيحبوها يعني. بتتحط على ملابس داخلية، أنا كل شغلي ملابس داخلي يعني فانيلا مثلا أو كده وبحط عليها الطبعات دي، فهل ده حلال ولا فيها مشكلة؟ والله يا أخي يعني إذا كانت صورة ذوات أرواح صريحة فحرام. إذا كانت كرتونية أرواح مشوهة مكروهة. تمام، جزاك الله خيرا. حياك الله. بارك الله فيك يا مصطفى العمر وانت يا ابو فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا. تفضل يا مولانا، انا عايزك تدعي لي بالثبات مش اكثر. الله يثبتنا واياك والسامعين والسماعات يا رب، يمسكنا بالعروه الوسطى حتى نلقاك يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. تفضل. تفضل يا مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. أسرة عربية موجودة في السويد، الأب عنده 74 سنة. أسرة عربية موجودة في السويد، الأب عنده 74 سنة، أولاده الصبيان مش معاه، معاهم بنت بس عندها 24 سنة ملتزمة ومحجبة، بس هم عايزين يرجعوا بلدهم. البنت تقول لها مش عايز أرجع بلدنا، عايز أفضل هنا لوحدي. هل يأسامي لو تركوها لوحدها هناك؟ يزوجوها وينزلهم. يعني يزوجوها في السويد وينزلوا. ايوه، حل المشكله. طيب اخ من الصعيد بيسال على حاجه عندهم اسمها الرضوه في الميراث. الرضوه يعني يرضوا البنت باي شيء كده وخلاص؟ هو الحادثه اللي حصلت مع والده وعمته، ان والده قبل ما يتوفى بسنوات وقبل ما عمته تتوفى بسنوات ادالها شيء رضاها بيه وهي كانت مرضيه. وتنزل على الورق وكل حاجه، اصبح الارض خلاص باسم الوالد. لكن دلوقتي جت ابناء عمته قالوا له احنا عايزين حق امنا. والعمه ماتت او على قيد الحياه؟ العمه ماتت خلاص، العمه ماتت خلاص، ليس لهم شيء. صاحب الحلال مات خلاص. طيب الان هو الاخ نفسه بقى اللي بيسال الان، هو قال لاخوات البنات انا هديكم الرضوه دي وهي نص قيمه حقكم. قالوا له احنا موافقين، ده اللي احنا ماشيين عليه. خلاص، لما اذا تراضوا قبل موتهم الحمد لله، ما تراضوا خلاص. يعني هو عرض عليهم نص التركه بس. خلاص يا عم سيد، قلنا لك ما دامت صاحبه الحق رضيت وماتت وهي راضيه خلاص، ليس لورثتها ان يطالبوا بشيء. انا بتكلم على الاحياء الان يا شيخنا، الاحياء الان. ما هو الاحياء الان ما في ناس ثانيه. هو بيتكلم الاخ الان على ورثه هو واخواته البنات. طيب الان البنات الاخريات هؤلاء الذين يعطون رضوه، نفوسهم طيبه من الداخل او سيف الحياء يعتريهم؟ يعني الامر راجع للحياء او النفوس راضيه او لا؟ طبعا، وانا صاحب حق وقلت لك انا مسامحك يا سيد، خلاص انتهى الامر، لكن احرجتني حتى اسامحك؟ لا. تمام، بارك الله فيك. الله يكرمك. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. اني احبك بالله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. امين يا الله. اريد نصيحتك يا شيخ فيما يخص طالب علم جديد يحب تعلم العلوم الشرعيه. يخص طالبه، طالب ده فاعل ولا مفعول ولا مؤنث ولا مذكر ولا ايه نظامها؟ طالب. طالب مذكر. يخص طالبه او طالبي او طالبه؟ ها؟ طالب علم. طالب علم، لماذا فتحتها؟ لأنه مضاف. مضاف إيه بس؟ طالبة. يخص طالبة. فاعل. فاعل؟ يخص طالبة. طالبة فاعل؟ مفعول به. أنا طيب ماشي خلاص. وصلت الحمد لله. في منصوب. ماشي، تفضل. ما نصيحتك يا شيخ بأي كتاب يبدأ؟
بكتاب الله ثم بالكتب الصحيحة التي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أكيد. أنا أسأل عن أي هذه الكتب يعني؟ البخاري ومسلم، وبعد عندك كتاب رياض الصالحين لا بأس به، وكتب التوحيد. لأي شيوخ؟ لأي شيوخ؟ والله أنا عملت كتاب طيب اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، كتاب طيب، هدية مني لك. حبيبنا يا شيخ، حبيبنا. الله يسلمك. بس كيف أرسل لي من يأخذ نسخة، وسأعطي نسخة له ونسخة لك هدية؟ للأسف أنا لست، لا أقيم في مصر. للأسف الشديد. يا الله العوض على الله. نعم، سؤال آخر يا شيخ. أنت تقيم في أي الدول؟ نشوف لك كتاب هناك أيضا. والله ما بتقصر يا شيخ. طيب مش مشكلة حبيبنا. صدق. يا شيخ، بس سؤال ثاني بعد ذلك. تفضل. ما نصيحتك يا شيخ لكي يعني يحصن الإنسان نفسه من الفتن؟ تزوج هذا الزمن. تعوذ بالله وتزوج. ولمن لا يستطيع؟ يصوم. ولمن لا يستطيع؟ يتعفف، وليستعف الذين لا يجدون نكاحا، ولا يفسق. وبما يعين الإنسان نفسه على ذلك؟ ما تعرف واحدة سيب كبيرة السن حتى؟ والله للأسف لا. والله أنا مش عارف تعيش في المريخ ولا عايش في أي كوكب يعني. لا، الدنيا في الأمام كلها، في كل حاجة كده. أنا طالب جامعي يا شيخ. طالب جامعي، الله ينفع بك. نعم. سامعك. بلي بس يا جماعة، الله يسر أمره اللي نملكه له. بارك الله فيك يا إبراهيم ابن موسى وحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، حياك الله شيخ مصطفى. الحمد لله. الخط فصل بس عشان المسألة اللي كنت قلت لك عليها. ما المسألة اللي قلت لي عليها؟ المسألة هو يكلمني يقول لي يا إبراهيم اقرضني 1000 جنيه اديها لعمر، وانا بعد 3 ايام ابقى اديك الالف دي، وعمولة التحويل 15 جنيه. عمولة التحويل دي ثابتة سواء سلمني الفلوس في الحال او لم يسلمها في الحال. ايوه سبتة. كده تمام، خلاص ثابتة، ما فيش مشكلة. قلنا لك ما دام عمولة التحويل لم تزد بسبب التأخير خلاص. بس الفلوس دي مش هو كشغل يعني، هو بيستخدمها كشغل، انا بدي شغل للناس عنده، مش تفريج هم انه ناس محتاج، لا شغل. أيوة أنا قلت أنت صاحب آلة وتحول الناس 1000 ب10 جنيه مثلا. تمام. وبعدين أنا قلت لك حول لي 1000، قلت هتسدد أنت، قلت لك سدها لك بعد أسبوع. العمولة هي نفسها 10 جنيه، ما زادت لا بأس. أيوة تمام، جزاكم الله خير. وياك أبو مريم، بارك الله فيك. وائل، مرحبا بك يا شيخ وائل. أبو محمد، أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا. وحياك. الله يحفظك يا شيخنا ويرضى عليك. وياك تفضل. بارك الله في عمرك وبارك الله في علمك. وياك تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. وياك. بالنسبة لي يا شيخنا، أنا لي مبلغ في البنك توفير جاري، عفوا حساب جاري. طيب. لو طورته لحساب توفير وخدت النسبة وطلحتها مثلا للمحتاجين وكده، يجوز؟ ما في بأس، ما دمت لن تأكل الفائدة الربوية إنما ستتخلص منها للفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة، لا بأس. تمام يا شيخ، تمام. مع الحسن، الله يكرمك. بارك الله فيك يا محمد بن نويف، مش عارف قرأت صح ولا غلط يا محمد، سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. معي فلوس دولارات واحتفظ بها عند اخي. ماشي. واخي يريد ان يقترض منها، ولكن يريدها مصري ويسددها بعد 2 سنين. هل يحولها مصري وياخذ منها؟ المهم تحدد معاملتك معاه الان، تسلمها له دولارات، قل له هذه 1000 دولار، انا اريد استلمها 1000 دولار. بس. عايزها دولار، هو بيقول الجنيه. طب ما كده هيظلمك، اخوك ده سيظلمك، يتعمد ان يظلمك. هو الآن يتعمد ظلمك.
هو يقول انا انا اقول لك الان هو يتعامل انت الان محتفظ بها دولار، وانت عارف ان كل يومين ثلاثه في تعويم للجنيه المصري. مظبوط. فهو يريد ياخذها منك الان جنيهات ويجمدها دولارات، وبعدها ما يرجعها لها جنيهاتها يضرك انت كده، الا اذا انت وافقت خلاص. يا ممكن الحديث اللي هو من اخذ بغير حق من اخذ لا يعني لا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. هو اذا انا حولتها مصري واعطيته مصري يجوز، بس هو يظلمني كده شايفه كده يعني. لكن يسددها بعد سنتين مصري هيكون يعني مش احرجك حتى يعني مش هتكون حرام. واحد بيقول له سلف لي مليون لان ارد لك بعد سنه مليون، هو نفس الجنيهات. فانت اذا انت وافقت ما عليك مشكله. جزاكم الله. بارك الله فيك يا سيد البعلي ولك المسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. يا رب تكون بخير ان شاء الله يا مولانا. يا رب لك الحمد. في نعم من الله. عايز اسال حضرتك حديث من اللي هو في اخره من وافق تامينا وتامين الملائكه غفر لو ما تقدم من ذنبي. صحيح. طب كيف يوافق تاميني؟ تأمين توفيق من الله سبحانه. يعني زي في حاجة معينة أعملها عشان يوصل لا يعني ما تخلفش يعني. إذا قال الإمام ولا الضالين فقل آمين مع الناس والمقدر سيكون. جزاك الله خير. وياك عانك الله يا أيمن الطحان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي لو واحد يعني حصل ما بينه وما بين زوجته مشاكل جامدة وبعدين مشاها، ففي التليفون كده قال لوالدها انا بنتك مش عايزها يعني ما تلزمنيش تاني، هو كان ناوي يطلقها. فهنا نيته ان هو مش عايزها وناوي يطلقها، كده يمين طلاق يقع ولا لا؟ الو. انا مش عاوز بنتك لا تعد تطليقا. لا تعد؟ لا تعد تطليقا. بس هو كان ناوي في قلبه انه يطلقها. ما حبيبي قل لها انت طالق، لكن كده انا مش عايز بنتك الا تعدي تطليق. تمام. طب حضرتك تحل الظهار ليه؟ يعني واحد قال لزوجته تحرمي عليها اليوم الدين، دي كفارتها كفاره الظهار العاديه ولا الامر هنا مختلف؟ كفاره يمين. طيب تمام شكرا. السلام عليكم. الله يكرمك عليك. سلام الله وبركاته. مرحبا بك يا فاروق ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا، هل في طريقة إن واحد يشتري عربية أو شقة بالقسط وتبقى حلال؟ أي في شركات بيع سيارات بتبيع بالقسط وهي تملك السيارات. بس هل في يعني لو نقدر نحدد مثلا شيخنا أنت منين؟ أنت من أي البلاد؟ أوصل لها إزاي؟ أنت من أي البلاد؟ من السويس. كلمني على الهاتف الخاص اكون سالت لك عن احد يعني ان شاء الله. الهاتف الخاص؟ ايوه. طب اجيبه ازاي مع الشيخ؟ 0 1 5 3 3 3 8 3. 5 3 3 8 3. جزاك الله خير. وياك. بس ما ردتش ارسل رساله طالب السياره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. مسألة أريد أن أستفتيك بها بسرعة. تفضل. بما يخص البنوك، ما يعني الحسابات البنكية في البنوك الإسلامية؟ ما يعني كل البنوك سواء، ما في بنوك إسلامية ولا بنوك، كلها سواء. حتى وان يعني الحساب فقط اضع فيه المال واسحبه منه؟ لا، فقط لوضع المال وسحبه فقط لا باس بذلك في اي بنك. حتى وان كان ربويا؟ كلها ربوية. نعم كلها ربوية. نعم يعني ما في تفصيل؟ لا باس ما دمت لن تاخذ فائدة ربوية، او اذا اخذتها واخرجتها للفقراء لا باس. نعم.
الله يوفقك يا سيد أبو علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا الله يحفظك ويرضى عليك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. أريدك يا شيخنا بالنسبة للفوائد البنكية لو أنا وضعتها في إيجار شقة، يعني أنا مأجر شقة وكذا. لا لنفسك يعني، ما حرام استفدت بها. ليس المراد الأكل فقط، لا تأكلوا الربا، ليس المراد الأكل، الأكل واللبس وكل التوابع، إنما ذكر الأكل لأنه غالب الحال. تمام، يعني لا يجوز يا شيخ؟ طبعا لا يجوز. تمام يا شيخنا. طب في سؤال بعد إذن حضرتك. ها؟ دلوقتي أنا عاوز أعمل مشروع المفاحم، المفحمة وكده، ولكن هي في أرض زراعية بعيد عن المساكن. مشحمة؟ اللي هي المفحمة، الفحم يا شيخ. ايه؟ ولكن انا اخشى من الدخانة دي تكون سبب في اذية المسلمين، وانا اخد ربش من حاجة زي كده، فهل يعني يجوز مثلا واحد يعملها مثلا خارج النطاق السكن وكده؟ وانا مش عارف قوانين الدولة شكلها ايه في هذه المسائل. نعم يا شيخنا؟ قوانين الدولة والله هي بتبقى مخالفة. خلاص مخالفة لا تؤذي الناس. لا حاضر يا شيخ. الله يسلمك. وبعدين تعرف ان تعرف ان المفحمه دي بتستعمل في الحشيش في الغالب وفي الشيش. حاجه زي كده برضه. في هذا الغالب. يعني هو المطاعم والحاجات الثانيه دي. ايوه. لكن كثير من الحشاشين، انت تساعد الحشاشين الله ينتقم منهم. خربوا بلاد المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمعت شيخ مصطفى الله يعزك، في واحد جارنا في الشرقية في البلد الفلاحين عامل سور حوالين بيته صاج. طيب. مكهرب السور. يا لطيف. من مكهرب السور بشمبر من العمومي، من العمود العمومي، مش كهرباء عادية. وأربعة قبل كده اتكهربوا منه واشتكوا له وهو إيه ما سمعش. طب مكهربوا ليه؟ ما السبب انه مكهرب السور؟ خوفا من الامن الدوله ولا خوفا من الوحوش ولا كده؟ عنده شجره مانجا وشجره ليمون في مصور عليهم كده، لكن السر الاساسي هو مكهرب ليه ما نعرفش. المهم يعني كهرب انا العالم كلهم من اجل شجره مانجا وشجره ليمون. ما هو المشكله ان هم اربعه كهربوا وقالوا له وما سمعش الكلام. ماتوا يعني ولا ايه؟ لا كهرباء عادي، كهرباء عادية واشتكوا له. طب ما تبلغوا فيه انه سرق كهرباء من الحكومة. طب المهم الناس سكت وقالوا له، قال خلاص انا اللي عايز كهرباء انا عاملها عشان الكهرباء يتكهرب، ما حدش يقرب منه. يا عم بلغ فيه انه راجل سارق من كهرباء الدولة. هو دلوقتي اتمسك في السجن يا شيخ. ليه؟ لان من اسبوع ابن اخويا صغير راح يجيب طعم من عند البيت من هناك من القناية بتاعت المية ديت اللي جنب البيت، فالمهم اتكهرب ومات. شدته فالحكومة جت وخدته وكده. طيب الحمد لله. اخويا مصر ان هو ياخد الطار، ان هو يموته زي ما ابنه مات، فهل يجوز لي ذلك؟ هل يعتبر قتل عمد؟ لا لا مش قتل عمد، وما تعمدش يقتل ابن اخيك. بيعمل وسيله لتامين نفسي غلط، لكن ممكن تاخذ الدية منه. على هو اخويا رفض الدية، اخويا عايز ياخد حقه. لا 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 انا زي ما لا لا غلط غلط غلط. طبعا ده الحكومه خدته وعملت له قضيه قتل عمد، فلسه المحكمه بتحكم، فما مش عارفين هتحكم بايه. يلا ربنا يستر. اخويا مصر ان هو اذا ما حكمش القضيه فهو ياخد حقه. لا 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 مش قتل عمد هذا. شكرا. بارك الله فيك يا ابا احمد وحفظك الله وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه يا شيخ. يا رب واياك. لا لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. أنا شهريا بسافر من مدينة لمدينة، ساكن بالدمام وبنزل على الرياض كل شهر. طيب. بعد أربع أيام بالرياض بخطب وأجمع الطبع، هل هذا صح ولا غلط؟ صحيح صحيح لا بأس. وأنا إذا نزلت على الرياض بجلس عند أهلي، يعني عندي بيت. عفوا الرياض الدمام، اصبر يا حبيبي. الدمام الرياض مسافة سفر لا اختلاف في ذلك. لكن هل انت لك بيت في الرياض وبيت في الدمام؟ لا انا البيت اللي بقعد فيه اربع ايام عن بيت اهلي، مو بيت خاص الي، بيت الوالد. لا تقصر لا باس. طيب السؤال الثاني بعد اذنك، المسح الجوارب هل جائز ولا لا؟ والله هذه مساله مختلف فيها بين العلماء.
والمجوزون الحنابلة وغيرهم يبنون على أفعال الصحابة، أفعال بعض الصحابة، والمانعون يضعفون الخبر، فأنا معنا مع المانعين. طيب الله يعطيك العافية يا رب. يا رب يعافيك. أبو فارس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيكم شيخنا. ولك بمثل. سيدنا ما صحة حديث الذي رواه الإمام مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي إلى آخره، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم؟ الحديث فيه فقرتان. نعم. لا تختص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. بهذه التركيبة كلها فيه بعض المقال، لكن لفظة يومها بصيام يؤيده حديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعده. فهم كلامي؟ يعني في حديث شمل الفقرتين، لا تختص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. هذا الحديث بهذه التركيبة في سنده بعض الإهلالات لبعض العلماء، لكن في جزء منه وهو لا تختص يوما بصيام له شاهد، وهو لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. فهمت؟ رضي الله عنكم شكرا. وعنك رضي ربي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخانا، أنا عندي مشكلة وأريد أعرضها على حضرتك، بس يا ريت على الخاص، أنا اتصلت بحضرتك بره. الآن ليس وقت الخاص، إن شاء الله بعد وكده إن شاء الله نجاوبك على الخاص بإذن الله. حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد، الحمد لله، الحمد لله، نتقلب في نعم الله. الحمد نسأله لله. أن يجزينا شكرها يا رب. بقول لحضرتك، أنا لو صمت النهاردة ما قدرتش أصوم النهاردة عشان أصوم عاشوراء بكرة. ينفع أصوم يوم السبت اللي هو ينفع بعد. لكن لا تلزمين بذلك، ينفع. لكن لا تلزمين بذلك، لكن الأجر في غدا إن شاء الله، الله يعيننا وإياكم على صيامه يا رب. شكرا، كل سنة وأنت طيب. وأنت بألف صحة وسلامة. أبو فارس بارك الله فيك يا أبو فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، في بعض المكاسب بتتعامل مع مصانع أو شركات كبيرة، فبيكون ليهم مستحقات عندهم وهم بيصرفوها، بيديهم قيمة 14% ضريبة أو قيمة مضافة. لو هو ليه 100 جنيه بياخد 114، بيتلاعب هو إنه بيجيب فواتير بال 14 دول، إنه صرف منهم 10 ويورد 4 للدولة بس أو للضرائب أو للجهة المسؤولة يعني. يعني أنا كمكتب تخليص أخلص لشركة إف مثلا، تمام، فأنا من أوراق التخليص أنا بدفع للدولة قيمة مضافة 14%، صحيح، فبحاسب شركة إف على أساس أنني سأخذ منها المبلغ مع 14%. أنا في تخليصاتي بخلص بدون ال 14%، أخلص ب 4% كده. هذه الصورة التي تسأل عنها؟ لا لا لا، هي بالضبط بتكون عبارة عن نقل، في مجال النقل تحديدا يعني، بينقل من المصنع لأماكن معينة، فالمصنع بيديله أجرة النقل زائد 14% على أساس أنه هيوردها. أي، ما أنا قلت لك هيورد 4% بس. تمام. هل في ضرر عائد على المصنع؟ يعني هل الدولة بعد كده ستطالبه بفرق القيمة المضافة؟ هو بيقول للدولة انه اشترى قطع غيار او. انا فاهم كلامك، يعني هل في النهاية هل هناك ضرر سيحصل على المصنع؟ لا طبعا، ما فيش ضرر خالص. لا. والله اعلم يعني.
الله يعينك، الله يعينه. طيب لازم يبين لهم. ممكن تكلمنا على الخاص في هذه المسألة يا أخي؟ طيب حاضر. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفي عمرك بارك الله. الله يبارك فيك. وكان عندي معلش مسألة خاصة كنت عاوز أكلم حضرتك فيها، وبرن على تليفونك الخاص ما بتردش عليا. والله بس من ضغط الاتصالات، بس عاود الاتصال اكتب صاحب المسألة الخاصة. ان شاء الله في اي وقت ولا وقت معين عشان تعرف. ما انت اذا كتبت ولا فتحت هاتفي من الهواتف التعبانه الصغيره اللي هي. ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله اذا لقيت سالتك هطلبك باذن الله. يعني انا ان شاء الله وقت معين ولا اي وقت؟ يعني اديني وقت مثلا بعد العشاء. الرساله في اي وقت وانا اطلبك اما افتحها. ان شاء الله ربنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عايز اسأل حضرتك سؤال. سل. لو انا كنت يعني اتفقت مع زوجتي كده في الرؤى الشرعيه ان هي لو حبت تشتغل عادي هتشتغل، يعني سالتني فقلت لها لازم ممكن تشتغلي عادي، وبعد ما اتجوزنا بقى وخلفنا وكده يعني في قلبي كده مش عايزها تشتغل ومتضايق وحاسس لو هي اشتغلت انا حابه متضايق جدا، لو منعتها يبقى حرام عليا؟ هي كانت شرطا انها تعمل. ايوه في الرؤى الشرعيه كده مش شرط رسمي. لا يعني شرطا قال سأعمل وأنت قلت نعم. أيوه. إذا كان شرط يلزمك الوفاء به لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إلا إذا كان هذا الشرط تضمن شيئا محرما. افترضنا ستشتغل في مكان مختلط رجال بنساء أو في فساد على دينها، فحينئذ الله لا يحب الفساد. طب يعني لو انا دلوقتي شايف مثلا ان هو يعني لو اشتغلت انا حبه متضايق او ممكن. وانت بس انت اشترطت على نفسك، ما انت اشترطت على نفسك. بس ثم تبين لي شيء اخر بعد ذلك، ايه المشكله؟ مش انت هي لازم توفي لها بشرطها اذا كانت الشرطة شرطا. انا قبل الزواج كانت معتقداتي حاجه معينه عن الزواج. يا اخي الكريم الشرط حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله حالي طيب. والله إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بس مولانا كنت عايز أعرف الآية بتاعت الآية بتاعت سيب بتاعت دي بقى خلاص بتاعت دي اتركها خلاص استهلكت. الآية بتاعت آية كذا مش بتاعت كذا. تمام. اللي هي بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم. لمن يشاء. لمن يشاء. يعني هل هذا المشرك يعني خلاص مجرد إشراكه بالله يعني إذا مات على الشرك. أما إذا تاب من الشرك قبل الموت. أيوة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. جزاك الله خير مولانا. معلش السؤال الثاني مولانا. سل. موضوع مولانا مكالمات الشباب مع الفتيات. ايه. هل هذا يعني ايه رأيك أنت لما واحد يكلم أختك كده سيبنا تسيب واحد يكلم أختك وياخذ حقه في عفوا يتكلم معها ويضحك معها. فينك يا سماسم؟ حبيتك يا سماسم. ايه رايك انت لما تكون اختك بتعمل فيها كده؟ لا ما ايه رايك؟ ما تكلمني يا ابني، هب انها اختك. لا هذا لا يجوز. طب واذا اخت غيرك انت لماذا تجي؟ يعيدوها بالزواج. ها؟ يعيدوها بالزواج. طب يعني ما هو كله بيضحك على البنات بكده.
انا اتجوزك يا حبيبتي، ده انا ما شفتش في الدنيا مثلك. شعراء يتبعهم الغاوون الى قول الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. يا بتزاب هذا الكلام، ترضى لاختك يعني ولا لا؟ لا 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 ابدا. خلاص خليك محترم الله يحفظك، ما تكلمش بنات تريد تتزوجها تقدم لابيها. مش انا والله، ولا المهم انا بتكلم انت نيابه عن السائل يعني. لا جزاك الله خير. يعني انت محترم يعني. ربنا يبارك فيك. ما بتكلمش بنات بالله عليك؟ سؤال محرج يعني، لكن هو خرج مني كده والله. الاقارب الاقارب من الاقارب. الاقارب بنت عمك؟ ايه؟ بنت عمك يعني ولا مين؟ لا بنت عم اكلمها ليه؟ بنت عم بس تعالي يعني من في الطريق مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده طبيعي ده. طب انت عارف بنت عمك حلال ولا حرام؟ لا اكيد حرام، ولا انا عارف قال. طب الحمد لله، اتجوزها وخلاص يا اخي. كلم عمك الله يهديه. السلام عليكم. سلامات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، هو يعني لو هادي اختي صورة، ها؟ يعني لو هادي اختي صورة تهدي صورة لاختك؟ اه بس صورة انا وهي يعني. صورة ايه؟ صورة انا وهي، صورة متصورها انا وهي. انت واختك؟ اه بس هطبعها على كبير. هطبعها على كبير تكبر صورة كده انت واختك تفرجوا العالم عليكم يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا يعني انا هطبع الصورة واديها لها هدية. تطبع يعني صورة صورتك انت واختك وتديها لها هدية؟ فوتوغرافية ولا ايه؟ موجودة على تليفوني. صورة فوتوغرافية يعني ولا ايه؟ نعم. يعني صورة فوتوغرافية ولا صورة ايه؟ ورقية؟ اه صورة فوتوغرافي عادي. لا لا تفعل. ليست بضرورة، والاصل نهي عن التصاوير. بارك الله فيك يا علي بن قاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي فضيلتك يا مولانا؟ الحمد لله طيب الحمد لله. ممكن أسجل بس المكالمة بعد إذنك؟ ممكن تفضل. الله المستعان. بستفسر بس من حضرتك. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. بستفسر من حضرتك، إحنا شغالين في جمعية خيرية تمام؟ نعم. وعاملين مشروع بسيط كده داخل الجمعية وداخل للناس برضو إن شاء الله، يعني الجمعية بنفيد به الناس يعني. فبنكمل مبلغ معين مثلا وليكن 10,000 او 20,000 عشان نحطه في حاجه معينه، في زواج، في اي شيء. فالفلوس دي بتكون موجوده معايا انا على المستوى الشخصي. ممكن اخد منها واحط فيها تاني، اخد 1000 وارجع احطه بكره لحد لا ما لا تقربها لحد ما نيجي نحتاجه. لا تقربها، انت امين مستأمن. لا تقربها لا تقربها. أشي. ممكن تقترض منها وبعد ان تقترض منها تعجز عن السداد. لا تقربها، هذه أمانة وأنت مستأمن عليها. طيب. وليست الرسالة لك فقط، كل القائمين على الجمعيات الخيرية. فلوس الجمعية لا يقربونها. كم من حالة فساد حصلت في هذا الباب. الأول يدخل بنية حسنة وبعدين يتحول وتفسد المعاملات. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. الله يكرمك. يا هاجر بنت مصطفى، هذه هاجر بنتنا هادية. هذا موعد استثنائي لأن الكهرباء تقطع عندنا في مصر، فنضطر أحيانا نخشى أن لا نستطيع في الليل نتكلم، فما لا يدرك كله لا يترك جله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. تفضل. حضرتك ما فيش حد غيرنا دلوقتي في العالم الإسلامي كله غيرك إن إحنا ناخد منه الفتوى. لا كيف ذلك؟ يا في آلاف مؤلفة الحمد لله أفضل منا بكثير. إحنا ما نعرفش إلا أنت. أيوه كده، لكن ممكن غيرك يعرف. اتفضل تحت أمرك. طول بالك علينا شوية. حاضر يا والد، حاضر، أنا آسف. الله يبارك في عمرك. حتى دلوقتي ال في أخ كان سائل من شوية على إنه بيصرف من المصنع 114%. صح. والمفروض ال 14% ضريبه يوردها لمصلحه الضرايب. ايوه نعم. هو بيروح يجيب فواتير انه اشترى قطع غيار واشترى مش عارف ايه بالغش والتدليس، وبدل ما يورد ال 14 بيخليهم 4. انا طلبت منه الاستفسار على الهاتف الخاص لامور خاصه، انا اعرف ماذا اقول، ائذن لي في هذا. تمام يا مولانا. السؤال الثاني معلش. اتفضل. انا من ساعه ما ربنا كرمني والتزمت
وحاسس بان في مشاكل كثيره في الشغل ومشاكل في الجامع ومشاكل اوضاع غلط كده الواحد مش راضي عنها وحاجات يعني مش عارف اوصفها لك. انا اسالك سؤالا. تفضل يا مولانا. الله يزيدك من فضلك. هل تظن انك اذا اقتربت من الله سيضيعك الله؟ لا ابدا ابدا الحمد لله، هذا متفق عليه، لكن الله. قد تعتريك بعض التأثرات، بعض النكبات، قد الشيطان يوسوس لك، لكن الذي اتفق معك عليه ويعرفه كل مسلم وان كابر بعضهم اننا اذا اقتربنا من الله لن يضيعنا الله. لا يا مولانا انا متفق على كده تماما، بس هو يتولى الصالحين. انت بس ابتلاء يلزمك ان تدعو الله كثيرا وان تصبر وتحتسب وتعالج الامور بحكمه مع الاستعانه بالله. الله يبارك فيك ويفرج كربنا وكربك يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عليك، السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. دعواتك لينا يا شيخ، والله انا بس بسلم على حضرتك بس. الله يسلمك. عيدني كده عشان بس الواحد في ازمه والله. ان شاء الله تفرج باذن الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا شيخ علي العلاوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله انا بخير من فضل الله. الله يخليك الحمد لله. سؤال بس يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. لي صديق حكى لي كده عن خاله، فبيستفسر. خاله بيشتغل مع واحد سعودي في الخارج، فبيبعت له فلوس هنا، بيبقى بيعمل مقاولات او شقق سكنيه او حاجه زي كده. راتب، بياخد راتب. طيب، يعني السعودي يعطي المصري راتبا من اجل اسراف على اعمال هنا. بالظبط كده، فبيبعت له برضه الفلوس الخامات عشان يشتري خامات من مصر ويتابع، فبيبعت له بالدولار. طيب. خال صديقي بياخد الدولار بدل ما يصرفه من البنك ب 30 او 31 يصرفه بره في 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 الموضوع الموازي اللي هو التجاره الحره بره، وياخد الفرق لجيبه. لا يجوز. طبعا لا. انا يعني لا يجوز. لا يجوز، غشاش. انا نصحته بس. لانه المفترض انا وكيل يكون اكون امينا. تمام. فاكون امين. نعرف ان الدولار في البنك مثلا ب 8 جنيه مثلا، عفوا ب 30 جنيه. تمام. لكن بره ب 40 جنيه مثلا. تمام. اذا غيرته من غيره للصالح العام اكون امينا، وامينا على ما صحيح. على ما استؤمنت عليه. هو بيغيره دون معرفة الكفيل أو الشيخ السعودي. هو أخبرتك أن هذا لا يجوز، هذا غش وسرقة. شكرا لحضرتك جدا، شكرا. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. اني احبك في الله. احبك الله، الذي احببتنا له. استنى حضرتك، كنت عندي استفسار بخصوص فودافون كاش. يا الله، اتفضل. انا معايا عندي محل وشغال فودافون كاش وباخد العموله، وحضرتك بحكي عن الحمد لله العموله. ها؟ بس في حد شغال شركه شحن وبياخد مني، بيطلب مني كاش على مدار اليوم، بس بيجيب لي الفلوس ثاني يوم بتاعت الكاش بنفس العموله كانه موجود معايا في المحل. بنفس العموله بدون اي زياده. لا بأس. حتى هو لو اديته بياخد مني كاش بس بيجيب لي الفلوس ثاني يوم بالعموله. لا بأس ما دام نفس العمولة. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، بقول لحضرتك يا شيخ. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال على خاص إن شاء الله، ممكن رقم؟ 0 1 5 3 3 3. طب حضرتك هترد يعني عشان باتصلت على أنا على حسب يا أخي. ما الآن في ناس بتتصل بي على الخاص، هرد زي الآن يعني. طب ممكن أبعت رسالة؟ ماشي، بعت رسالة إن شاء الله، مش مشكلة. هتتشاف إن شاء الله؟
بإذن الله. ماشي شكرا يا شيخ. الله يكرمك. الآن أحيانا نرسل من الرسائل يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن من حسن ولا هات لي تليفوني كده يا عبد الحسن اللي هسأل الإخوة سؤال بس لأن عشان تحصل مشاكل يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله شكرا يا حسن. مع مش عارفه والله عاوز اسالك سؤال. ابني متعارض مع اولاده ومش عاوز يجوزه. ايوه. احنا نعمل ايه؟ يجوزوا نفسهم. طب ما هو مش عاوز يروح معاهم. يروح بدونه. نعم؟ يذهبوا بدوني اذا لم يرد ان يذهب معهم يذهبوا بدوني ياخذوا حقهم. حتى لو ممكن تعرف وجهه نظري. ايه الوجهه نظري؟ ان هو مش هو عاوزهم يطيعوه في شغله، في الشغل هم بيطيعوه في كل حاجه بس في الشغل مش عايزين يمشوا بدماغه. وده اللي زعلهم منه. طيب افرض هو رجل كبير السن وهؤلاء شباب لهم طموحات ويعرفوا المداخل والمخارج الجديده. ما يلزموا بطاعته في هذا الباب، يفصلوا عملهم عن عمل ابيهم. وهو ليه تجارته، وهو عايز تجارته هم يكبروها، وهم مش فاهمين او مش عارفين، مش عارفه مين يعني. مش عارفه هو الغلط فين. اصلحوا ذات بينهم، دخلوا نص طيبين تصلح. احيانا يا اخوه بعض اخواني يرسل لي رسائل على هذا الهاتف المتواضع. فأرد عليهم بالرسائل ففوجئت أن الهاتف المسمى بالفودافون لا يستقبل رسائل هذه التليفونات الأيام الأخيرة، فما أدري هذا صح ولا غلط. فهم يا حسن؟ عشان بلتمس لنفس العذر أمام إخواني، يعني الناس ترسل لنا رسائل أرد من هذا الهاتف الذي أستعمله فقط لإرسال واستقبال هذا هاتفي فلا تصلهم رسائل. فبعض اخواني قال ان الهاتف الفودافون مؤخرا طور نفسه لا يستقبل التعليق زي كده، فالله اعلم. فشوف لي الموضوع ده، اذا كان كده هنضطر نغير الهاتف للرد على الرسائل بما يصل الى اخواننا حتى لا يحزن احدهم منا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. يا زوج يا شيخي، هناك فتوى. تمام. في زوج وزوجة كان بينهم خلافات زوجية، والزوج كان يصر على أن يظهر زوجته بأفضح صورة، وكان يذبها أمام الجميع ويفشي أسرارها للجميع، وأدق الأسرار يفشيها للجميع. فالزوجة أرهقت من هذه المعاملة، والزوج أبدى أنه يريد الانفصال، ولكن لا يريد أن يخسر شيئا، لا نفقة ولا متعة ولا أي شيء من هذا القبيل. فالزوجة اتفقت معه وقالت له أتنازل لك عن حقي وننهي هذه الخلافات، لأنه اتصل هاتفيا بوالديها وقال لهم تعالوا خذوا بنتكم فإني لا أريدها، ولم يكتفي بهذا ولكن اتصل بأقاربها وأبناء عمومها واتصل أيضا بأصدقائي وأصبح هذا. أنت بتقرأي كتاب ولا إيه معاكي؟ ما تخلصي بسرعة يعني، أنت بتقرأي صفحة كاتباها بسرعة. ايه طلاق للضرر يعني ولا طلاق ايه بالضرر؟ اقول لحضرتك فاتفقت معه على الطلاق على التنازل عن حقوقها وبالفعل اخذها للمأذون وعلى ان يكون طلاق على الاضراء، ولكن الزوج قال لها ان تتنازل عن 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 حضانة الاطفال وعن فقط انتقلت ان هو لا يريد اطفال اساسا، فقال لها خلاص اذا خذي الاطفال وتنازلي عن نفقتهم. المهم ان المأذون لما راى هذا الحوار قال له ائتي بمحامي ياخذ عليها اقرارات وكذا. فالمهم الزوج لما لقى هذا الامر غير مجدي ضربها وقطع ثيابها واخرجها من السياره واقسم عليها بالطلاق انها لن تعود الى السياره مره اخرى. وانها يا اختي الكريمه، يا اختي الكريمه الله يغفر لك، اختصر الكلام. ما اقرا صفحه، مش مستعد اسمع صفحه انت كتبتيها. المهم لم اكتب شيئا ولكنه من ما سؤالك يا اختي؟ ما سؤالك؟ السؤال يا شيخ ان الزوج
حلفوا بالطلاق ان الزوجه لم تجلس في السياره مره اخرى، ثم اجلسها مره اخرى، فقالت له انت طلقتني هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال ده مش سؤال. صدق الله ومن يشاء في الحلة الخصام غير المبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله، طمنا صحتك يا شيخ. الحمد لله انا بخير. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. فوزي ابن زاهر من محافظة مطروح. مرحبا فوزي ابن زاهر من محافظة مطروح. انا دائما اتصل بيك. مرحبا يا فوزي، تفضل. ربنا يخليك يا شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء وربنا يبارك. وياك يا اخي فوزي، الله يحفظك. ربنا يبارك فيك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا يا اخي. مش عارف يعني حل زي كده نسمع، يعني هل نسمع الرسالة كلها ولا ايه؟ مش ناسي انسى اوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم الله يحفظك. كنت قد اشتريت شقة بالتقسيط على 8 سنوات، ولكن قبل أن يشرع المالك في بناء أي شيء منها، كانت قبل الحفر أصلا في الأرض، ثم علمت بعد ذلك أن هذا محرما ولا يجوز أن أشتري شيء غير موجود. ثم أريد أن أستبدل الآن عقد البيع الذي بيني وبين المالك بعقد استصناع، طيب، عقود الإجارة، فما هي ضوابط هذا العقد أو ما هو نص هذا العقد؟ اسأل محامي. غفر الله لك. ولك. هو يريد صورة عقد الاستصناع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخنا أنا الآن في الصلاة أنظر إلى عقدي يعني وأنا راكع. هل انظر الى موضع السجود ام طراطيف الاصابع؟ ما يلزمش طراطيف الاصابع، مش نص طراطيف الاصابع، الامر سهل، ما في نص ملزم، يعني ليس هناك نص امر، ما فيش امر معين بالنظر الى مكان معين وانت راكع. السلام عليكم. السلام. بهذا القدر اجتزئ حميدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.